مرحبا بكم مشاهدي ومشاهدي في تي في في هذا البث المباشر مباشرة من مدينة الجديدة. كما كتشوفوا معانا وكتبوا معانا على الواضح، الصورة كتعبر على التعليق. شوفوا البطين، اليوم ثالث عيد والأزبال مازال متراكمة قرب حلبة ألعاب القوى بمدينة الجديدة، امام حلبة العاب القوى. ملي كنسمعوا التسمية هذه كنسمعوا الرياضة، كنسمعوا الشهامة، كنسمعوا بزاف التعاليق وبزاف الحوايج. اليوم كنشاهدوا امامنا هاد كمية الاسباب، كما كنقولوا هاد الحوايج القذرة اللي ساهل باش تنظف، ولكن غياب مسؤولين وغياب عمال النظافة والبلدية فينا هو الدور ديالها. هنايا حنا مقدرين عمال النظافة وكنحترموهم كلا الاحترام، ولكن الامر ما جيش من عندهم هما، حيت هما كيقضيو الا الحوائج ديالهم، كيقضيو الا المناطق اللي عندهم. الدور ديال من؟ الدور ديال البلدية بمدينة الجديدة هي اللي كانت خاصة تشوف هادشي، لدرجة ان الحوايج ديال الحولي والبطين ديالو وداك وهاديك ما داكشي اللي كيتحيدو من الكرشه، كلشي باقي هنا. وعطى له الصبر واحد الرائحه اللي كاريهه بزاف، دارت ان حاويات نظافه راه ما غاداش تهز هادشي كامل. حاويات نظافه كاينه غير وحده في هاد الشارع هذا، كاينه وحده لهينا في الفونت واش هاليو. والله ما قديت ندوي بسبب هاد الريحات، واش هاليو عقل ان حاويات نظافه غاتهز هادشي كامل؟ شوفوا الاشجار في المليوحين، يعني هنا فين هو الدور ديال البلديه؟ ما كيبانش ليا الدور، ما كيبانش ليا الخدمه والشهامه، كيبانش ليا داك المنصب اللي تقاتل عليه الانسان وشدو. يعني شوفوا الروينه، شوفوا الفضيحه اللي كاينه في الليل الجديده بالضبط قلب حلبه العاب القوى امام ديالها. يعني شوفوا هنايا اش كاين، ربي ان شاء الله يعني حنا كنوصلوا لكم الامر كما هو. يعني شوفوا الكارثه فين وصلها، شوفوا شو يعني هنا فين هو الدور ديال البلديه، خلاو هاد الرائحه وهاد الحوايج وهاد ولا 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 هادشي كامل مرمي هنايا فاش في 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 واحد كيما نقولوا حنايا في واحد الشارع اللي عنده واحد المصداقيه اللي قرب ملعب العبدي، قرب العاب وحلبه العاب القوى. يعني كنسمعوا الرياضه اخلاق، كنسمعوا بزاف الحوايج، كنسمعوا عمال النظافه، كنسمعوا المصداقيه ديالهم، كنسمعوا ديك الشجاعه ديالهم، ديك الشجاعه القويه اللي كيجيو هنايا وكيجمعوا هاد الريح. باظ ليهم الصراحه، راه واخا نعياو من دول كان راه باظ ليهم، ولكن الامر فاش جاي جاي من الفوق، من البلديه. البلديه خاصها دير الخدمه ديالها، البلديه اللي خاصها تجيب عمال النظافه. واش عمال النظافه ما مخلصينش الكلاس ديالهم وبغيتهم يجيو يأديو الخدمه ديالهم؟ راه غير معقول، راه غير معقول. زيدوا العمال، زيدوا عمال النظافه، راه الناس غير باركه، الناس غير باركه، زيدوا عمال النظافه، زيدوا ناس اللي غالي باغي تخدم وباغا ما عرفتش شنو هو، ولكن انتوما للاسف ما باغينش هادشي. يعني مشاهدي ومشاهدي في التيفي، كنتمنى الرساله تكون وصلت، ونودعكم في البث المباشر، نتلاقى معكم في بث مباشر اخر في امان الله.